تخيل شخص، الشخص الكاركتر يلي رح تخترعيه براسك. تعو نسميه، شو بدكن اسم؟ Global citizenship education is an educational approach that nurtures solidarity and tolerance in learners. جسمكم بيقطع الفضاء مثل السهم، عم تقطعوا الهواء. احنا كنا كثير عم نعمل برين ستورمينج لكثير افكار، وهول الافكار طلعوا عن جد من قلبنا. هيفكروا انه يمكن عم تمثلي، بس انت عن جد عم تكوني طلعتي الفيلينجز الحقيقيين تاعولك لبرا. في شيء تغير عنا بالبرسبكتيف، انه نحن كيف فينا نستخدم هيدول الوسائل لحتى نوظفهم بقلب الصف to nurture our students' needs. يعني خلاني اطلع كثير اشي انا كنت مخبيتها، وكمان اكتشفت انه it raises my confidence.